مرحبا بكم مشاهدينا في لاكاميرا كاشي ديال شوف تي في طاح في الفخ. ضحيتنا لهاد الحلقه نجم فريق الدفاع الحسني الجديدي زكريا حدراف اللي وهمناه على ان التقني ديالنا مريض وكيسخف. ايوا اجيو نكتشفوا كيفاش غادي يتعامل مع هذا الوضع. مالو 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 شنو هي سبحان الله معلم معلم شويه الماء راه شويه الماء راه راه قرع راه قرع راه راه معلم ترى غيب هذا شو يدو معلم رش عليه شوف ايه معلم سمحمد 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 قرأ لي شوية القرآن شي لعيبة معلم تتسنى تا باقي حي تا باقي حي تا كدير هذيك اللعبة ديال بحال مات صافي راه باقي حي صافي خويا ما بشوية 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 كاب شوية كاب عام شوية عليك شوية شوية مش كي طايح هذا تما هضر معايا هضر معايا شوف 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 تزنق صاحبي راه تزنق صاحبي ايوا هنا زكريا حدراف بدا كيتخلع وما عرف ما يدير سي محمد تخنق صاحبي ابركو اجي برك 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 اجي برك نود 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 برك نود برك اجي يا ربي انا ودولش الو سي محمد صباح النور خويا هاني ما شفتيش فؤاد الصباح هذا انت فؤاد اسعاف ودوزوا لي الله يحفظك دوزوا لي واحد السيد جا عندي اخويا وما عرفتش بحال لا غياب بحال لا ما عرفتش شنو هو اخويا اللي كان يجي يشوفوا لينا الله يرحم لك الوالدين يديوها السبيطار ولا نشوف الو خويا فؤاد واخويا ما عندكش لومبيلونس دابا واحد الدري جا عندي للدار واخويا طاح لينا دابا في الدار ما عرفتش انا ما عرفت مالو انا بغينا لومبيلونس تا كيتراعى هذا هو كيتراعى هذا صاحبي شو هذا عيطاتنا لومبيلونس انا في الدار الله يرحم لك الوالدين يا الله الله يحفظك شوف اجي لومبيلونس دابا لا حول ولا قوة ايه ايه واش دابا ما عقل على والو ولا شنو واش ما عقل على والو فيق صاحبي فيق صاحبي درت لينا هاد الشيء اصاحبي خلي اخويا خلي راهو ناسو 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 بحال هكا ناسو هاي داير الحين هاي قلبنا هاني هاني تقلب تشك تشك الله بغينا نبداو مع السيدة هاني هاني خلينا نشوف خاصنا نفيقوا باش نقولوا زكريا دار مقلب ديالها شفتوا هذا غلط
صاحبي يا صاحبي عيط نهضر لهم بيلونس قول لي لا ويلي على مقلب يا زكريا اليوم كان واحد المشهد طريف يعني ولاحظنا يعني ردة الفعل ديالك اللي كان الخوف ديالك على هذا المريض الصحيح يعني كيفاش عشت المقلب هذا وانت كتحاضي تحاضي يا زكريا انا كتبقاي تحاضي ولكن درتيها بيا انا ما عندي ما من درتيها بيا انا ما كنتش كنظن غادي نسحب غادي يطرى لي بحال هكا ولكن كنتي حاضي بجو اخر ما كنتيش حاضي يعني المقلب غيكون بعلاك ما كنتش انايا ثقت فيك غادي ندير معاك انايا كيفاش الدفاع الحسني الجديدي كيفاش تا كان في هذا الموسم كيفاش التالق ديالو حتى كنلقى شاب وسيم جبتي معاك دار مقلب خطير ما عندك ما غادي كنشكر بعدا كاين الموقع الالكتروني شوف تي في على هادشي اللي تيدير تخلع عباد الله شويه بعدا كاين عاد فاش تيقول لهم شنو كاين هنيئا رمضان مبارك سعيد يدخل علينا بالصحه والعافيه ويدخل على جميع المغاربه ان شاء الله بالرزاق وبالتيسير ونتمنى حد موفق جميع المغاربه ان شاء الله في رمضان زكريا حذاف شدك الرادار